واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تعمل على الإضرار بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. نتابع. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة وضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط تلك المخالفات، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 7 قضايا بالمنوفية والبحيرة بمضبوطات بلغت أكثر من 64 طن أعلاف حيوانية ومبيدات زراعية بدون ترخيص، كما تم ضبط مصنع ومخزنين للمواد الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بداخلهم قرابة 1,000,000 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر. الإدارة وجهت حملة مكبرة لاستهداف المصانع والمخازن غير المرخصة بالشرقية، نجحت خلالها في ضبط 3 مصانع ومخزن بدون ترخيص لإنتاج وتداول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وإعادة تدوير زيوت المحركات المتهالكة، وقد تم ضبط 100 طن مواد خام ومنتج نهائي لزيوت سيارات متهالكة منسوبة لشركات وهمية، و40 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر، و3 أطنان منظفات صناعية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وأسفرت جهود الإدارة بنطاق مديرياتي أمن البحيرة والإسماعيلية عن ضبط 3 مصانع ومخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت نحو 289 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر ومقلدة، و27 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق، و65 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسماك مغشوشة ومقلدة، و11 طن مخلفات بلاستيك مغشوشة ومقلدة. وبالقليوبية تمكنت الإدارة من ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بداخلهم 375 طن ونصف مخللات وحاصلات زراعية مجهولة المصدر، و77 طن ونصف وقرابة 6,000 عبوة منظفات صناعية ومطهرات مغشوشة ومقلدة. وبنطاق مديرية أمن بورسعيد تم ضبط مصنعين و4 مخازن بدون ترخيص بداخلهم 6 أطنان لحوم وأكثر من 10 أطنان ملح طعام وأسماك و50 طن أعلاف حيوانية وداجنة جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. الإدارة نجحت بنطاق مديرية أمن الشرقية في ضبط مخزن غير مرخص لتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة وبداخله 10 أطنان نفايات طبية خطرة محظور حيازتها أو التعامل معها بدون ترخيص. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 59 قاضية تلويث نهر النيل بالدقهلية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.